بس انتم كممثلات سوريات شوي بيبالغوا؟ يعني تحسهم بده يبالغون بالتجميل؟ يعني ايه طبعا للاسف للاسف. انا يعني عندي وجهه نظر للممثل، وجهه نظر يعني بشوفها انه الممثل يعني اول شيء حلو انه اكيد يعني الممثل ان هي تضل محافظه على حالها، محافظه على شكلها، محافظه اذا كان عندها مشكله ممكن يعني تعالجها بعمليه تجميل الى اخره، هذا اوكي. لكن انت كممثل او ممثله انت تقدمتي للجمهور في هذا الحكي، صعب الناس بقى تتقبل انك انت تشتغلي على حالك. انا هي عندي وجهه نظر انه انت الناس بحبوكي هيك، حبوكي هيك، حبوكي بشكلك، حبوكي بجسمك، حبوكي بسمنك، حبوكي بنحفك، كل هي القصص بشوف هي صرتي ملك يعني كممثله انت ملك الجمهور، ناس بتحبك هيك. فانا عندي وجهه نظر انه ما كثير بحب الممثل او الممثل يلعب بحاله للاسف. يعني عم تكتر القصة وكترانة، ويعني يعني نادرا ما تلاقي حدا فيه اكيد، لكن احيانا عم تروح للتشويه اكثر.